نعم، دكتور معروف عمار ان الحمد القطاع لله. الطبي في غزة بيتداعى، وان في مشكلة كبيرة في المستهلكات الطبية، خصوصا ان المستشفيات نفسها لم تعد آمنة. احنا بنشوف القصف اللي بيحصل في محيط المستشفيات طبعا بعد القصف الهمجي اللي حصل في مستشفى المعمداني. احنا دلوقتي على وجه السرعة محتاجين ايه تاني يدخل غير اللي دخل علشان يقدر يساعد شوية، لان احنا عارفين ان يعني تم السماح بدخول لغاية دلوقتي مرتين، او تم فتح المعبر مرتين لدخول المستلزمات، ولكن ما زال هناك قوافل بتجهز من قبل الدوله المصريه. بص يا فندم، معلش حضرتك على حاجه. من بدايه الازمه احنا الدوله محتاجين الصوت المصريه يكون اعلى يا دكتور بعد اذنك. بتتعامل مع الموضوع بحكمه ورؤيه جميله. الهلال الاحمر المصري احد اذرع الدوله الرئيسيه اللي بتعتمد عليها في مواجهه الازمات والكوارث، وكان في غرفه عمليات مشكله من الدكتور رام الناظر مدير التنفيذي للهلال الاحمر مع مجلس الاداره محافظه جمعيه الهلال الاحمر، واستنفار لجميع الفرق اللي موجوده علشان خاطر نستقبل المساعدات العالقين واحنا كان والعالقين حضرتك الفلسطينيين مش شايفين الصور دي. الجنوش اللي هم قطاع غزه. دلوقتي صف كامل لعمليات الشبكه سيئه يا اكثر دكتور، من فضلك ساعدنا اكتر. الشبكة سيئة يا دكتور، من فضلك لو الصوت يبقى أوضح وحضرتك تقف في مكان الشبكة فيه تكون أوضح. صعب اتفضل. في اصطفاف كامل لعربيات او شاحنات وتريلات محمله بالمساعدات على امتداد الطريق اللي بيودي الى معبر رفح في الشيخ زويد، وصولا الى رفح من العريش وصولا للشيخ زويد لرفح. عربيات لا يمكن عدها، عربيات لا يمكن حصرها، العربيات دي واقفه في اصطفاف لحين فتح المعبر. كل ما بيتم التنسيق بين القياده السياسيه المصريه والجانب الاخر بيتم ادخال عدد من الشحنات. الاصطفاف ده اصطفاف لا ينمط، يعني الاصطفاف ده بسبب المساعدات اللي بتقدمها الدوله المصريه وبسبب المساعدات اللي موجوده وبتيجي من الدول الخارجيه. انا عايز اقول لحضرتك امبارح كان مطار العريش، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى الاذن لفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات، كان في اكثر من لغايه الساعه 4 الفجر وشباب الهلال وطيارات من الهند وباكستان وسوريا والجزائر، كان في طيارتين امبارح من الجزائر. فالقصد ان انا اقول لحضرتك ان المساعدات موجوده بشكل كبير وقوي، الاختطاف موجود ومستمر. لما يعني احنا شايفين مع حضرتك دلوقتي على الهواء صور من مطار العريش، يعني احنا شايفين طبعا مطارات من دول عديده جدا. ايه ابرز الدول اللي ارسلت حتى الان مساعدات الى مطار العريش؟ والصوره دلوقتي واضحه قدامنا زي ما احنا شايفين. تونس، الجزائر، الامارات، في منظمات دوليه في الامارات، تركيا، روسيا، الهند، باكستان، دول كتير جدا يعني ارسلت مساعدات، ارسلت طيارتين برضه، يعني مش ما فيش دولة واحدة بس. البرازيل أرسلت، فنزويلا أرسلت، يعني دول كتير شاركت في عملية المساعدات ولسه برضه بتتوافد المساعدات يعني. طيب الخطوة القادمة هتكون ايه؟ يعني احنا دلوقتي حضرتك قلت ان هناك اصطفاف من العربيات المحملة بمختلف المواد الإغاثية، لكن خطوتنا القادمة هتكون ايه ان شاء الله؟ والله يا فندم احنا اعتمدنا على الله ثم على قيادتنا السياسيه في ان هي تفتح او تدير الازمه، اللي بتدير الازمه بشكل قوي وبشكل جميل. طبعا محدش كان متوقع ان في 20 شاحنه تعدي، يعني ايام ما كان حصل التبادل بتاع الأسرة كانوا اقصى حاجه قالوا ان هي هتعدي شاحنتين، لكن القياده السياسيه المصريه ادخلت 20 شاحنه، قالوا خلاص الدنيا هتقفل ومفيش شاحنات ثانيه هتدخل. ثاني يوم على طول اتباعهم ب 15 شاحنه. ان شاء الله باذن الله نسمع ثاني بسبب الضغط اللي بتعمله القياده المصريه، لان حضرتك عارفه يعني ان القضيه الفلسطينيه من القضايا الاولى اللي بتهتم بيها مصر، ومن القضايا الاولى اللي مصر دايما بتحاول ان هي تحلها وتساعد اهالينا في غزه قدر الامكان. فاحنا ان شاء الله يعني منتظرين اوامر قيادتنا السياسيه علشان خاطر ندخل. احنا جاهزين، الهلال الاحمر المصري جاهز علشان خاطر يمد ايد العون لاهالينا في غزه.
المشهد اللي احنا شايفينه ده يا دكتور بطل اساسي فيه هو المتطوعين اللي احنا بنشوفهم، وكان معانا من شويه هيام احدى المتطوعات واتكلمت على تجربتها الخاصه في التطوع وتقديم المساعدات الانسانيه. حابين نتكلم اكتر عن البطولات اللي بيقدمها المتطوعون في ادخال يعني المساعدات الانسانيه والاغاثيه ودخول الشاحنات معبر رفح. هقول لحضرتك على حاجة بسيطة كده حصلت في بداية دخول الشاحنات اللي هي كانت 106 شاحنة، أول شاحنات جت من التحالف الوطني وحياة كريمة. الشاحنات دي لما كانت محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية المفروض إن بتبقى محملة بستاندرد معين محطوط على بلتات وخشب من ومن 10 يشيلها وفي الناحية الثانية برضو يكون عملية الإنزال سهلة وبسيطة. معظم العربيات دي ما كانش فيها الكلام ده، كان في حالة استنفار رهيبة حصلت في ظرف يوم ونص أو يومين. ثلاث أرباع المتطوعين كانوا قاعدين بيقوموا المهمة اللي بيقوم بيها المفروض يعني مطارات على مستوى قوي وعلى مستوى شباب ما عندها خبرة في العملية دي، فضلوا يعملوا في الحاجة دي، اكتسبوا الخبرة في يوم ونص. اكتسبوا كمان يا دكتور المهارة، يعني الظرف اللي يعني احنا فيه والإنسان ده خلاهم يكتسبوا مهارة جديدة. تخيل حضرتك مش هتتخيل كم، تخيل تريلا كاملة مثلا لما تنزل شباب ينزلوها ويعملوا يطبقوا المواصفات بتاعة الدخول أو للناحية الثانية. بالإضافة لكده بعض الطيارات اللي بتيجي، يعني الطيارات اللي جت من الهند وباكستان وروسيا برضه نفس الموضوع. الطياره تخيل لما تفضي 28 طن ولما تفضي 30 طن يدويا، ليس بدون يعني المجهود اللي بيبذله، يعني ما فيش كلام يقدر يوصف المجهود اللي بيعمله المتطوعين في عمليات ادخال المساعدات، في عمليات فرز المساعدات وتصنيفها، في عمليات تخزين المساعدات. يعني حقيقي كل التحيه والتقدير لكل المتطوعين المشاركين، سواء كانوا من الهلال الاحمر، سواء كانوا من حياه كريمه، من التحالف الوطني، من اي منظمه بتحاول ان هي تقدم العون لاهالينا في غزه.